بعد أن حوصر أردوغان في الزاوية وتكاتف الاتحاد الأوروبي ضده وضد سياساته التي دائما ما تحوي على الابتزاز، بدأ سلطان تركيا بتنفيذ وعيده وهو إغراق أوروبا بالمرتزقات الإرهابيين، حيث أكدت مصادر مطلعة فرار 20 مرتزق سوري وإرهابي من إحدى معسكرات ميليشيات صبراتة غربي البلاد إلى الشواطئ الأوروبية. وأضافت ذات المصادر أن الإرهابيين والمرتزقات السوريين المواليين لنظام أردوغان هربوا على متن إحدى قوارب الهجرة غير القانونية انطلاقا من مدينة زوارة، ومن المرجح أنهم متجهون إلى أوروبا، وقد دفع كل مرتزق لمهربي البشر 1500 دولار مقابل تهريبهم من إحدى معسكرات صبراتة. وتأتي هذه الخطوة من قبل النظام التركي ردا على السياسات الأخيرة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا، خاصة بعد تلويح أوروبا بفرض عقوبات على أردوغان بسبب إصرار هذا الأخير على انتهاك القانون الدولي للبحار ونيته بالتنقيب على الغاز في المياه الإقليمية اليونانية وتهريب الأسلحة إلى ميليشيا حكومة الصخيرات. كما ذكر محللين سياسيين أن أوروبا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ممارسات أردوغان وحمله دائما عصا المهاجرين التي دائما ما يلوح بها في وجه أوروبا، حيث أشارت بعض المصادر أن أوروبا ستكشر عن أنيابها، وهذا ما ترشح في الآونة الأخيرة بعد أن أدخلت ألمانيا إحدى سفنها الحربية ضمن عملية إيرني. وبعد هذا الطرح ما على أردوغان إلا أن ينصاع لأوروبا، وإلا فإن تذكرة خروجه من الحياة السياسية ستكون في أقرب الأجال. علي الفيدي، ليبيا الحدث.